بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ببرقيه تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه الشقيقه. عرب فيها عن صادق تهنئه بنجاح العمليه الجراحيه التي اجراها جلالته في العاصمه الفرنسيه. داعين الله جل شانه ان ينعم على جلالته بدوام الصحه وكمال العافيه. متمنياً سموه للمملكة المغربية الشقيقة وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة